كما أنه يتوجب علينا كل من موقعه أن يهيئ المناخ الملائم نصاً وممارسةً لتصبح المرأة قائدة للتغيير المستدام من خلال مكافحة الأحكام الاجتماعية المسبقة ودعم فرص الفتيات في استكمال تعليمهن وتقليص نسبة البطالة في صفوفهن وتشجيعهن على المبادرة في مجالات حيوية كالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر. في الختام لا يسعني إلا أن أوجه التحية إليكم جميعاً وإلى كل من ساهم في بعث هذا البرنامج الوطني الرائد وفي مقدمتهم السيدة الوزيرة، شكراً جزيلاً لكن ولكم جميعاً وكل عام والتونسيات رائدات.